هذه إشكالية عند كثير من الطلاب، يجلس في الحفظ ممكن ساعة ساعتين 3 ساعات، الثمرة جدا قليلة، يعني الثمرة ما يحصل الثمرة الكبيرة جدا خلال ما اللي يتوازي هذا الوقت الكبير اللي جلسه في الاستعداد يعني للحفظ أو تجهيز الحفظ والاستعداد للتسميع. طيب وش السبب؟ من يعرف؟ أستاذ، نعم يا حبيبي، كثير أسباب. هسه بجيك اجي ابو نواف، بس خليني اسمع شو حذيفه. ها تفضل. لأنها ما حفظ في الذاكرة العميقة أستاذ. الحفظ كان في، ليس في الذاكره العميق، كان في المؤقته. جيد. ها ايضا، ها تفضل يا ابو نواف. هناك يعني خلينا نقول شقين يا شيخ. الشق الأول متعلق ب يعني طريقة الحفظ وتثبيت الحفظ، يعني عدم تكرار، عدم سماع يعني مثلا المقطع قبل القراءة إلى آخره. طيب، وهناك أيضا شواغل أخرى يعني قد يكون ما في يعني منهجية، ما عنده ما في منهجية. منهجية. امسك المصحف، نعم الله يجلس يكرر، وقف شوي شوي، هوجس شوي، هواجيس، عرفت، وجس شوي عبود، افتح ثانية، أي نشاط. بس فكه شوي. نعم ما عنده يمشي على 1 2 3، إذا سويت كذا بعدها تسوي كذا، بعدها تسمع مثلا مرة، ثم تكرر مثلا عدد من كذا، ثم عند اللي يحفظ بهذه المنهجية، عنده منهجية، عنده خطوات، تجده يستمتع. أنا جربتها والله، إني أذكر يا إخواني، كان عندي المنديل هاين، فكنت أخذ المنديل هذا، أخذه بهذه الطريقة، وأفتح الفاين وأبدأ أقطع الفاين على قطع صغيرة وأدورها دوائر. كل واحد له جو يعني، وأدورها كذا هكذا دوائر، وأخليها عندي تقريبا 10 دوائر. جيد. إذا كررت الوجه، آخذ هذه أحطها في مخباي، خلاص عندها، تمت. يلا مبدأ أكرر الثاني، آخذها أضحن الثالث، أخذ أشوف الدوائر هذه كانت دائما تشجعني، تشجعني أنتهي عشان أخلص أنجز، تحفيز على الإنجاز. النفس هاي تحتاج تصبير، تحتاج مجاهدة، عرفت؟ أول 3 أوجه، أول مثلا أول وجهين لابد أمشي، ما أخذ مشي. الوجه الثالث راحة، ثم الوجه الأخير نفس أمشي. كل هذه عشان ما يكون في الإنسان يحصل له ملل، فتور، ضعف. فتجد سبحان الله إذا عنده منهجية ربما ينجز الكثير في وقت أقل، في وقت أقل. طبعا أنا عشان بس أوضح شيء، أنا ما أتكلم عن اللي جالس ساعتين متواصلة يحاول يحفظ، ويعني ظهر بحفظ نقول ضعيف، أو حفظ يعني متوسط، بس أنا كان مستمر يعني جالس يقرأ. هذا في كل الأحوال هو مستفيد، ولا نقول أنه ظهر بثمرة قليلة، بل ثمرة عظيمة جدا. والذي يقرأ القرآن عليه شاق فله أجران، أجر مضاعف. بعضهم يكون حفظه ضعيف مثلا، أنا ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم اللي جالس يقول أنا جالس ساعتين أحفظ مثلا، وهو جالس. لو جينا نحسب الوقت الفعلي للحفظ اللي جلس مع القرآن والتكرار وكذا، ربما من ساعتين بدون مبالغة يا إخواني، ربما نطلع 20 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط. تخيل من ساعتين كاملة، عشان تبالغ؟ لا لا صدقني ما أبالغ بالفعل. وجدتها، أجدها يعني عند هذا الأمر موجود، الساعتين سواء. حتى ترى الأمر ليس قاص فقط في الحفظ، القرآن لا شك مقدم، لكن أقصى حتى أيضا في المذاكرة. يجي طالب يشكل على نفسه الغرفة، يجلس يذاكر، يجلس أحيانا 3 ساعات، طالب آخر أنجز في الـ3 ساعة، أنجز في النصف ساعة ما لم ينجز صاحب الـ3 ساعات. شوف كيف الفرق، لأنه يا طويل العمر هذا جاء بتركيز، والآخر جاء بغياب تركيز.
هذا ركز وهذا لم يركز. الثمرة شوف النتيجة، هذا أنجز نص ساعة ما لم ينجز هذاك بثلاث ساعات. التركيز مهم، ولا يحصل لك تركيز إلا إذا كان وضعت لك خطوات، ما تفضل أخونا أبو نوار، خطوات عملية للحفظ منهجية واضحة أنك تحفظ. والله لي خمس ساعات ما له علاقة الوقت، وقت ما له علاقة. أنت شو تسوي في الخمس ساعات؟ كم يعني إنجازك الفعلي فيها كم؟ أنا نتحدث عينا نقول صحيح، أكو واحد ما نقول جلس ساعة كاملة مجلس، أول ساعة جلس يفكر يتأمل يقرأ الوتم يجلس له خمس دقائق هواجيس ويروح يجي ويوقف وشو يفتح الجوال هذا وين يجلس يفتح يتصفح شو رسالة جديدة يرد على واحد يعلق على واحد ثم يعود يفتح ثاني المصحف يعود يقرأ يعود. يا أخي ذهنك الآن أربكت، ذهنك جالس يقول شو أسوي، علمني يا أخي أحفظ ولا أرد ولا شو أسوي، يعني عقلك الباطن ارتبك ما أدري شو أسوي. يا أخوي أنت بتحفظ خلاص أرجوك جوال سند على جنب، والله أنا قرآني في الجوال وأقرأ تفسير، ضع الجوال وضع طيران. أما مسألة والله بحفظ الجوال جنبي وكنت أسولف ودردش وأخذ شوي وقف شوي أكرر شوي، هذا يا إخواني هذه يعني أخفي، هذه يعني سوالف، هذه مو بحفظ، هذا مو بإنجاز. عرفت يا إخوان؟ هذا ترى أمر مهم. والأمر الثاني اللي قاله أبو نواه يعني الشواغل، بالفعل يعني أنت لا تعرض نفسك للشواغل. واحد جاي يحفظ قدامه أهله مجتمعين وهو جالس في زاوية الصالة ومع المصحف جالس يقرأ، وهذا يلعب وهذا يدخل وهذا كذا وهذا كذا وهذا جاي من هنا وهذا يكلمه وهذا يشوف كذا وهذا عنده جالس يشوف تلفزيون وهذا جالس على جواله وهذا يسولف كذا. أي حفظ هذا يا أخي؟ وين عقلك الباطن شو يسوي يا أخي؟ ترى التهيئة النفسية للحفظ هذا مهمة. وضع طيران تشمع والطيران خلاص، أنت نصف ساعة حفظ خلاص التزام. طيب شو النتيجة؟ نجاح، التزام نجاح. أما أني والله أنا جالس أحفظ وجالس كذا واحد يتكلمه ودردشه وواتساب وسناب وما أدري كيف وش هذا الحفظ؟ هنا بتجلس أحيانا يمكن ثلاث ساعات أربع ساعات تطلع تقول والله يا أخي ما قدرت أحفظ. يا شيخ وين طبيعي ما تقدر تحفظ، ترى حفظ عملية الحفظ أنت تصور، أنا ما بعضكم يمكن تصورها معي ولا لا يا أخوي، أنت بتصور ترى الآن اللي في المصحف بينتقل لك الآن في ذاكرتك تحمله في صدرك، ترى المسعى عملية كذا ضغطة زر يلا بسم الله يلا جاهز واحد اثنين ثلاث بسم الله بسم الله اصبر شوي بس شوي شوي بس خلاص اي خلاص الآن حفظ موجود عندك خلاص استعن بالله. وين هي عملية مجاهدة يا أخي، كر وفر مجاهدة، ترى 604 صفحات المصحف، ما في مسألة يعني يا أخوي شيء مو بأي شيء، شيء عظيم. إنا سنلقي عليك ها قولا ثقيلا، قولا ثقيلا ما هو بأي شيء يا أخوان، فيعني يحتاج منك مجاهدة يحتاج، وإلا كان كل الناس حفاظ القرآن صح ولا لا؟ وكان وإلا لكان كل من يسمى حافظ كان متقنا، وإلا لكان كل من يسمي نفسه متقن أو يسمى متقنا كان ماهرا. شوف درجة، لا هي فيها كر وفر واجتهاد وجهد وبذل. عندكم قدوتكم عليه الصلاة والسلام، قدوتنا نحن وإياكم جميعا حبيب عليه السلام، كم كان مع النبي عليه السلام، كم كان يقرأ القرآن، كم قراءة توقع، عشان بس أعطيكم كمعلومة 10 قراءات، هذا على حرف إيش، حرف إيش على حرف قريش،
القرآن أنزل على 7 أحرف، كان كلها النبي عليه السلام حملها عليه الصلاة والسلام، كان يراجع يدارس جبريل عليه السلام. الله عز وجل قادر أن يودعه في صدر النبي عليه السلام إداعة مباشرة، يذهب خلاص يكون في قلب النبي عليه السلام، لكن كان النبي عليه السلام يراجع ويتعاهد القرآن، يوصي بتعاهده، وكان جبريل يتعاهد مع يدارس القرآن، عاش شد الألهام، وكان يكرر حتى لا ينساه. قال الله عز وجل في ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فهمت علي؟ تضحت لكم النقطة هذه؟ هذا أمر ترى مهم، أرجوكم أنكم تأملون فيه وتمعنون فيه أخواني، يعني بجدية عالية، لأنه راح يختصر عليكم كثير. تركيز تركيز، جيت أنجز شيء أنجزه. ترى أتكلم عن حفظ القرآن المقام الأول، أو أي عمل لك في الحياة، ركز. تشتت هذا ضيع، خلاص الجوال هذا له وقته، عندي شغل الآن، عندي عمل، عندي إنجاز، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، وقف على جنب، معلش، وضع طيران، انتهى، وضع طيران. طيب يمكن واحد يتصل علي في شيء، لا 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 أبدا، لن تنتهي الدنيا في نص ساعة، لن تنتهي أبدا، لن يصير لك شيء إن شاء الله، لن يأتيك إلا ما كتب الله عز وجل لك، انتبه، خلاص، حفظ حفظ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب